زيد بن زيدون هذا خوتي، هذا هو الشارع اللي جا في الظهر ديال البلاصه. كتشوفوا البيعه كيبيعوا هنا، الناس كترزق الله يجيب لها التيسير، شويه النظام، خليوا الدنيا نقيه وما كاين حتى شي مشكل. حتى السكينه هنا راه كتتاذى بعض المرات، ولكن الا فهمنا راسنا ونقينا الدنيا راه السكينه غتكون مرتاحه، لان السوق في الباب ديال دارها ما كاين حتى شي مشكل. ولكن لا تؤذي. هذا شارع بن زيدون اخوتي، هو اللي بديناه. بن زيدون ولاده بنت المستكفي، شارع انظار، دنيا خاوية، تصفر سلة. الشارع اللي كيدي الكورنيه هو هذا، دنيا مكحطة، كاين عا واحد العامل ديال النظافة. الشركة الجديدة كازا تكنيك، ها هو خدام وردام، الله يعاونو، الله يجيب له التيسير، الله يسهل عليه المصعب. غنوقفو معاهم ونبتسمو لهم في وجههم، استهلوا استهلوا المساعدة، استهلوا الابتسامة، باش يحسوا بواحد شوية ديال الفرحة، ينساو الهم ديال العمل. راه واحد خرى عاوتاني في النظافة، الله يجيب لهم التيسير. فيها بس الإنسان هاد الحرارة يمنحهم واحد القارورة من الماء، كاين مشكل. والله القسم لك نحيوهم بحرارة على المجهود اللي كيقوموا به هاد الناس ديال النظافة. شجعوهم أخوتي، ولو غيب قريعة الماء يبلل به هذيك العطش ديالو. تحية للإخوان والأخوات أحباب في كل مكان. هذا جنب بوحسينة، شحال واحد كيقول لك أودي وأنت كتنصح وكذا، ودير الخير أنت الأول يا أخي، أنت لا تعلم بما في القلوب، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم. قل خيرا أو يصمت. شحال واحد سلبي سبحان الله العظيم. صيدلية الفراولة يا الدكتور مشيج القرقري، مشيج ماشي مشيش، واحد كاش بليس هنا اللي بغى يحول الأموال، بغى يدخل الأموال. عرا كاين شي وحدين ما كيتعاملوش، ولكن قلة قليلة جدا. خصنا نتعاملوا مع المواطن باش نكسبوه. راه منظر شحال زوين، شوف 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 ما شاء الله، شوف شتي على إبداع. أين أنتم أيها المبدعون؟ على منظر شحال زوين شوف، والهواء ديال البحر. ولكن كاين واحد الشلال المشؤوم هنايا كيكب في البحر كيلوتو للاسف. هذه المقاطعه ديال حي الناظور، من هنا ينطلق حي الناظور. مزيان اللي دار هاد الشجيرات، الله يجازيه بخير اللي كان مراد الفكره هذه. شوف نتمنوا يبقاو حتى يتعلوا، ما يتحطموش وما يتهدموش. مرحبا بنا عندكم يا اهالي الناظور، حي الناظور. هاد الصومعة ديال مسجد الامام مالك، المسجد الوحيد في حي الناظور. يا ريت لو كان كل حي فيه مسجد، راه حنا كرم. هاد الناس باقيين محافظين على الزرقاء والبياض ما شاء الله، اما شي وحدين غيروا وبدلوا. خياطة أميرة تقليدي،
مؤسسة المكي الناصري للتعليم الأولي، مركز صحي الناظور، وكاين هنا صيدلية حي الناظور. الصيدلية ماشي جديدة، شوفوا سبحان الله روح الدالية كيفاش طلعت في الحي. صحية ساكنة حي الناظور وما أكثرهم عندي في القناة، هاي الصيدلية. تحياتي لهم، سعيد بمتابعتهم وبمعرفتهم، سعيد بكم إخواني أخواتي، حفظنا الله وإياكم من كل سوء. هذه نقطة في حي الناظور، كيبان لي السكن قديم، هنا هي الأثر أطلع. أيوا الحلاوة، الحلاوة هي هادي. حي الناظور مزيان هكا، تنقات الدنيا وتحطوا قمامات هنا، هذه بادرة حسنة، والله إلا بادرة حسنة في حي الناظور. ولات الدنيا هنا مزيانة. وصلنا لمدرسة بن الزيدون، تحية للمدير وكل الأطر، وعلى رأسهم السي محمد أقميم، الأستاذ محمد أقميم الغني عن التعريف، هذا الأستاذ الخيالي اللي كيهز التليفون ديالو كيدور على العريش ويصور، ما كاينش شي واحد اللي وصل له في التصوير. الغيور على المدينة أكثر من القانون، هذا يجب أن يكرم هذا الرجل هذا. تحية أستاذ أقميم أينما حل وارتحل، هو يأخذ هاتفه مباشر في مباشر من جيبه الخاص، الله يحفظه وينجيه، رجل خلوق ومعروف أكثر من النار على علم في مدينة العرائش. هذه النهاية ديال شارع بن الزيدون اللي بديناه، شارع أبو القاسم الزياني، هذا الظاهر أنه مأثم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب. ساحة مكة خاوية على عروشها، غادي نشوف واحد القهيوة حدا السوق جون فرانسيس فاتحة جديدة، إذا كان فيها الفيبر كونيكسيون مزيانة إن شاء الله حنا فيها، ما كانش فيها للأسف. واحد اخر من العمال ديال النظافة ان شاء الله يقوم بالواجب، تهلاو بهاد الناس اخوتي، تعطيه ديك القريعة سبحان الله كيفرح من قلبه والله العظيم، يدعي معاك وكأنك عطيتيه الذهب ما شاء الله. الله يوقف معكم والله يسهل عليكم مصاعب يا رب. واحد الله جايب واحد القمامة راه متوزعين في المدينة بشكل كبير.